انا لبناني، كتير لفتني العنوان، يعني انا لبناني، لا انا شيعي ولا انا سني ولا انا مسيحي ولا انا درزي، انا لبناني. اهم شغله كلنا نقول انا لبناني. بهيدي بهالعنوان هيدا تذكرت عن سيدنا المسيح عليه السلام، مخلص البشريه، مش مخلص المسيحيه ولا مخلص الاسلام ولا مخلص البشريه كلهم. حتى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول بعثناك رحمه للعالمين، مش للمسلمين، لكل العالم. فياريت كلنا نفكر مثل بعضنا ونحب لبنان قبل كل شيء، ويكون هو الاولويه، وهو يكون ال 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 الهدف الرئيسي بالنسبه لنا كمواطنين ومواطنه. نحن للاسف في بعض الاحيان عم بيكون في عنا مواطنين كثير بس ما في وطنيه. يا ريت كلنا نكون وطنيين وننتمي لهالارض، لانه هيدي الارض بالتشرذم والتفكك والطائفيه والعنصريه ما بنقدر نبنيها، بدنا نبنيها بالمحبه، ومثل ما نحن هلا عم نعمل، هذا هو لبنان اللي نحن بنشوف حالنا فيه واللي بدنا اياه يصير واللي بدنا نكمل فيه لقدام.